والله موقف خاطئ جدا من الحكومة السويدية انها تسمح بحرق المصحف، لانه هو في النهاية كتاب مقدس بالنسبة لنا كمسلمين. الحرية بتاعت الأديان يعني مفروض تكون بطريقة أخرى، يعني ولا هي حرية التعبير عن الرأي مفروض تكون بطريقة أخرى، لكن not involve حرق المصاحف وكذا. أنا أحيي الموقف بتاع الملك المغربي بموقف سحب السفير من السويد، وأتمنى أن كل الدول الإسلامية تحذو ملك المغرب بسحب السفرة، وياريت لو كان في مقاطعة للدولة السويدية حتى يغيروا من أفكارهم تجاه المصحف، حرق المصحف، وربنا يسهل إن شاء الله. حرق المصحف هو احتقار للدين وإنقاص من هيبة المصحف وازدراء بالإسلام والمسلمين. والله أنا أشوف إنهم مفروض رسالة للناس ديل إنهم يجوا، وإذا عندهم إذا حابين يتعرفوا على الإسلام ولا عاوزين يعني ينتقدوا الإسلام، يجلسوا في نقاشات وحوارات مع المسلمين بطريقة أكثر احتراما وأكثر تهذيبا يعني.